في تكوين واحد الله خلق النور، قال ليكن نور فكان نور، ورأى الله أن النور حسن. ورغم أن الضلمة ملهاش كيان، يعني ببساطة الضلمة هي غياب النور، إلا أننا بنشوف بعد السقوط الضلمة سادت على الأرض كلها. يعني في أشعياء 60 بيقول لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. الناس قعدت في الضلمة. طب وإيه المشكلة من الضلمة يعني؟ بنلاقي أن القديس أثناسيوس في رسالته ضد الوثنيين بيشرح لنا إيه اللي بيحصل لما نقعد في الضلمة. بيقول لأنه كما لو أن أحداً وبالرغم من أن الشمس ساطعة وكل الأرض مستضيئة بنورها أغلق عينيه فتوهم ظلمة لا وجود لها، وهكذا ضل طريقه كمن يسير في ظلام، فتعثر مراراً كثيرة وسقط في حفرة شديدة الانحدار متوهماً أن الدنيا مظلمة وليست منيرة، لأنه يتوهم أنه يرى وهو لا يرى على الإطلاق. المشكلة أن الواحد لما بيبقى عايش في الضلمة بيبقى ماشي بيتعثر وبيتخبط ومفكر أنه هو بيعمل الصح. كل ما بعد عن مصدر النور وكل ما عاش في الضلمة مغمض عينيه، كل ما بقى بيتعثر في خطواته أكتر وأكتر. واحدة من أهم الغرف المظلمة اللي للأسف ممكن تبقى موجودة في قلبي هي بغضة الإخوة. يعني في يوحنا الأولى نلاقي القديس يوحنا يقول كده إيه؟ وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه. غرفة مظلمة الواحد بيخش فيها ويتوه ما يعرفش يطلع، ويفضل يتخيل من جهة الآخرين أمور ويخترع أمور هي من فعل أنه قاعد في الظلمة، ويحس بمرارة ويحس ببغضة تجاه الآخر. لكن إيه الطريق أن أنا أخرج من الغرفة المظلمة دي؟ إيه الطريق أني أقدر أرجع أحب أخويا تاني؟ القديس كيرلس السكندري يقول كده: إن كلمة الله ينير كل إنسان آت إلى العالم، ليس عن طريق التعليم كما يفعل الملائكة مثلاً أو الناس، ولكنه عن طريق الخلق كإله يبص في الذين يدعوهم إلى الوجود بذرة الحكمة والمعرفة الإلهية، ويغرس فيهم أصل الفهم، وهكذا يجعل الكائن الحي عاقلاً. كأن القديس كيرلس بيوصل لنا طريق الخروج من الغرفة المظلمة دي، بيقول لنا إننا محتاجين نروح لمصدر النور، ومصدر النور بيخلق فينا طبيعة جديدة تقدر تشوف النور مرة تاني وتستقبله. الطبيعة دي أنا باخدها في المعمودية وبتنمو فيا كل ما بتعرض للنور أكتر. فبقيت عشان أقدر أخرج من الغرفة المظلمة دي، حلي هو إني أقرب من النور أكتر، أستخدم حواس القلب الداخلية اللي الآباء سموها نوس، يعني عين القلب الداخلية اللي بيها أقدر أستقبل نور ربنا. وكل ما أقرب من مصدر النور أكتر، كل ما الضلمة اللي في حياتي تنقشع أكتر، كل ما الغرف المظلمة يخشها نور أكتر، وأبقى بأستنير بنوره هو وبعكس نوره، وبدل البغضة يتولد في قلبي محبة. فيبقى حل الوحيد إن أنا عشان أخرج من الغرف المظلمة اللي في حياتي هو إني أقرب من مصدر النور وآخد منه نور لحياتي يتعكس في غرفي المظلمة، بس كمان على اللي حواليا، فأقدر يكون في حياتي محبة ليهم بدل البغض.